اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هذا ماشي سؤال، هذا واحد الكومنتير تحط في يوتيوب وما كرهتش ندوي فيه في واحد الفيديو اللي هو هذا نتلقى مورا الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. المنافسة في شي مجال كتخلق واحد بحال اللي قلتي واحد الموتيفاسيون ديال انا احسن منك في هذه المادة وانت احسن مني في هذه، وكل مرة تتحد. ولكن كل ما تزاد الجدية في المنافسة، كل ما كانت نيجاتيف على الشخصية ديال الانسان، حيت اي حاجة فيها المنافسة وكتزاد عليها الجدية تيجي من مورها الاخفاق، وبزاف الاخفاقات، حيت ما تتبقاش تطور لراسك، كتولي تطور لواحد السيتياسيون ديال تكون حسن من واحد اخر. وهي في الاساس في اي مجال، سواء قراية سواء كما كان، اي مجال خاصك تخيل راسك بحال انت بوحدك اللي عايش في العالم. ما كاين لا اقوياء لا ضعفاء، وما كاينش معيار ديال النجاح ولا الفشل، كاين التطور والتطور فقط. الا بغيتي تنافس مع شي واحد باش تفوج باش تلعب، ماشي مشكل، غير ما تكونش جدي اكثر من اللزوم باش ما يوقعش واحد الانقلاب نيجاتيف ضد داك الشيء اللي تتخدم فيه. وما تكرهش داك المجال، سواء كان قرايه سواء كان خدمه سواء كان شي مجال كيما بغا يكون. هذه هي الكلمه ديالي في هذا الموضوع. شكرا على الاستماع، وما تنساوش تابوناو عندي في الانستغرام. اللي بغى يسول شي سؤال يحطوه في كومونتير لتحت ولا في انستغرام. تلقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.